عوالم كثيرة في نظامنا الشمسي، معظمها موجود خلف حزام الكويكبات. هذه أقمار الكواكب الغازية العملاقة في النظام الشمسي، كل واحد منها هو عالم فريد من نوعه. بعضها فيه محيطات من المياه أو ينابيع كبريتية حارة أو أجواء من البلاستيك. نرى بعضها الآن في الحافة الخارجية من نظامنا الشمسي، لكن كل منها يستحق مراقبة أكثر دقة. مركبة جونو العلمية في طريقها إلى نظام المشتري. ستكون أول مهمة مدارية منذ ذهاب المركبة الفضائية غاليليو عام 2003، وتكمن مهمتها بسلوك مدار قطبي إهليلاجي ودراسة المشتري بأدق تفاصيله حتى الآن. طارت الكثير من المركبات بشكل قريب من نظام المشتري وهي في طريقها إلى أماكن أخرى، وبعضها عاد مع بيانات مذهلة عن أقمار المشتري. يعد المشتري أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، ويحتوي على 67 قمرا مداريا. معظم هذه الأقمار ذات شكل غريب وأحجام ثقيلة. على الأرجح أنها كويكبات مثل قمر أمالثيا، وهي محجوزة في حقل جاذبية الكوكب الثقيلة. هناك 4 أقمار رئيسية في المشتري، كل واحد منها كبير وكثيف بما يكفي لتشكيل جرم كروي. تدعى هذه الأقمار الكروية أقمار غاليليو، تيمنا بالعالم الإيطالي الكبير غاليليو غاليلي الذي اكتشفها عام 1610. يعد قمر آيو الأصغر بين أقمار غاليليو، مع ذلك فهو أكبر بقليل من قمرنا ومداره أقرب إلى المشتري. تأثير الجاذبية القوية شكل طبيعة القمر العنيفة والنشيطة، فهو يحتوي على أكثر من 400 بركان وحمم بركانية وألسنة كبريت تندفع عاليا حتى 300 كيلومتر من سطحه. يعد آيو الأكثر كثافة بين الأقمار الأربعة، وهو الأكثر جفافا أيضا. يتألف من معادن السيليكات ولب مائع من الحديد أو كبريتات الحديد. يتألف معظم سطحه من سهول كبيرة مغطاة بالكبريت وطبقة من ثنائي أكسيد الكبريت. يعد سطحه شابا في عمره الجيولوجي، ويعود ذلك إلى قلة الفوهات الصدمية. خلافا للأجرام الكوكبية الأخرى، غطت النشاطات البركانية هذه الفوهات. تفجر العديد من البراكين الناشطة مواد في جو القمر وفي المدار المحيط بالمشتري. إن النشاط الداخلي لهذا القمر النشيط جدا يعود للقوى المادية للجاذبية بين المشتري والأقمار الأخرى في مدارات أبعد من مدار آيو. يعد قمر أوروبا أصغر بقليل من قمرنا، ويحتوي على قشرة جليدية تغطي ما يقال بأنه محيط شامل ومالح قادر على حفظ أساس الحياة، كما أنه يحتوي على ينابيع حارة ناشطة تدفع المواد في الفضاء. كيف نعرف إذن بأن محيط أوروبا موجود؟ حسنا، إنه مزيج من استعمال المجاهر على الأرض ووجود مركبات فضائية سافرت إلى أوروبا وجمعت البيانات الخاصة بالسطح والبنية الداخلية والحقل المغناطيسي حول أوروبا، وجعل مزيج تلك البيانات ثقتنا عالية بأن محيط المياه السائلة موجود هناك اليوم، وقد كان كذلك طوال معظم عمر النظام الشمسي.
وهنا يعد أوروبا ذا تأثير كبير، فهو بعيد جدا عن الشمس لكنه يحتوي على محيط المياه السائلة ذاك. وسبب وجود ذلك المحيط فيه هو أنه يدور حول المشتري، وقوة المد والجزر جعل أوروبا ينثني إلى الأعلى والأسفل، وتحولت كل الطاقة المادية إلى طاقة ميكانيكية، تحولت بدورها إلى احتكاك وحرارة، ما ساعد في حفظ هذا المحيط سائلا تحت قشرة جليدية. بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على المحيط، نظن بأن النشاط المادي قد يسمح لذلك المحيط بالتفاعل مع الصخور الموجودة في قاع محيط أوروبا، وقد يتسبب بأمور مثل المنفس المائي الحراري الذي قد لا يساعد في إنتاج الحجارة الأساس للحياة فحسب، بل في إنتاج الطاقة اللازمة للحياة أيضا. يعد أوروبا المكان الأكثر ملائمة للعثور على حياة في نظامنا الشمسي اليوم، لأننا نظن بأن هناك محيطا من المياه تحت سطحه، ونعرف أنه حيثما نجد المياه على الأرض نجد الحياة. هل من الممكن أن يحتوي أوروبا على المكونات الداعمة للحياة؟ من المحتمل أننا ننظر إلى جسم حي حاليا ونشيط يغير الجيولوجيا خاصته. ثمة الكثير من الدلائل الموجودة على سطحه، مثل الأشياء الحمراء التي تدل على أن شيئا ما يحدث هناك. هل من بيئة صالحة لسكن أي نوع من الحياة فيه؟ علينا العودة إلى هناك لمعرفة ذلك. صممنا مهمة أوروبا لأخذ مركبة فضائية ومجموعة من الأجهزة من الأرض إلى المشتري. كانت مفاهيم المهمات السابقة تكمن بوصول المركبة الفضائية إلى مدار أوروبا، لكن هذا الأخير مليء بالإشعاعات من المشتري. أي مسبار يقترب من أوروبا يطهى بشكل سريع. بدل ذلك نبحث عن مهمة تصل إلى المشتري وتطير بشكل قريب من أوروبا، ثم تخرج من منطقة الإشعاعات الكثيرة. هذا الأمر يساعدنا في إنجاز مهمة تطول عدة سنوات، بالإضافة إلى جمع العديد من البيانات ونقلها. بما أن أوروبا يدور في مدار المشتري، فيمكننا قياس تغير الجاذبية الخاص بأوروبا عبر لقاء هذا الأخير في نقاط مختلفة في مداره. في طيران قريب نموذجي لا يمكننا تشغيل أجهزة التحسس عن بعد، يمكننا تصوير السطح والتحقق منه بالتحليل الطيفي، ويمكننا فعل الأمر نفسه عند الخروج، كما يمكننا تكرار ذلك عدة مرات لنفهم أوروبا بشكل كامل. تخبرنا صور مقراب هابل الفضائي أنه من الممكن أن يصدر أوروبا كميات من النوافير المائية عاليا في الفضاء. إن كان الأمر صحيحا، يمكن لمركبة فضائية الطيران عبر تلك النوافير المائية لنعرف مما يتألف باطن أوروبا. إن كان يملك القدرة على توفير الحياة، فكيف يحدث ذلك؟ سنستعمل العديد من الأدوات لنحدد تماما كيف تعمل التقنيات لاستكمال المغذيات في عمق المحيط. قمر أوروبا مهم جدا، لأننا نريد أن نفهم إن كنا وحدنا في هذا الكون. إن كانت هناك حياة في قمر أوروبا، فلا شك بأنها ستكون مختلفة تماما عن أصل الحياة على الأرض. لأول مرة في تاريخ البشرية لدينا الأدوات والتقنيات والقدرة للإجابة على هذا السؤال، ونعرف أين نجد ذلك في عالم المحيط الخاص بالمشتري وهو أوروبا. أنجزت مركبة كليبر الخاصة بمهمة أوروبا تطورا أوليا واقتراحات استراتيجية، كما أنها حصلت على تمويل إضافي. تمت دعوة وكالة الفضاء الأوروبية لتطوير مركبة إضافية للذهاب مع كليبر، كما حدث في مهمة كاسيني هايجنز بهدف الهبوط أو الاصطدام بسطح القمر. قد تقوم مهمة كليبر ب45 طيرانا قريبا من سطح أوروبا على ارتفاعات تتراوح بين 2700 إلى 25 كيلومترا. من المقترح أن يجري إطلاق المركبة عام 2025. إن جرى ذلك بنظام الإطلاق الثقيل الخاص بناسا، فسيستغرق وصول المركبة إلى المشتري أقل من سنتين، وإلا سيستغرق سفرها 6.5 أعوام. إن
أكبر قمر في النظام الشمسي هو عالم جليدي آخر، القمر جانيميد. إنه مكون من معادن السيليكات والمياه الجليدية، كما أن سطحه مليء بالبثور الناجمة عن القوة الصدمية ومناطق الحركة التكتونية. لدى القمر غلاف رقيق من الأكسجين وربما الأوزون والهيدروجين الذري. نجد في القمر لبا خارجيا غنيا بالحديد السائل ومحيطا داخليا فيه من المياه ما قد يكون أكثر مما في محيطات الأرض. تقول النماذج الحديثة بأن الداخل قد يتألف من طبقات من المياه والجليد مثل الشطيرة ذات الطبقات. جانيميد هو القمر الوحيد الذي يحظى بحقل مغناطيسي، ولكنه مندمج بحقل المشتري المغناطيسي القوي ومغمور به. لكن ثمة إشارات بوجود نشاط شفقي قطبي على سطح القمر. يعد جانيميد الهدف الأخير لمستكشف أقمار المشتري الجليدية، وقد صممت وكالة الفضاء الأوروبية مهمة للذهاب إلى ثلاثة من أقمار المشتري سيجري إطلاقها عام 2022 من قاعدة أوروبا للإطلاق في غويانا الفرنسية على صاروخ النقل أريان 5، وستصل إلى المشتري عام 2030 لتمضي ثلاث سنوات على الأقل في المراقبة الدقيقة. سيزور كاليستو أكثر أجرام النظام الشمسي احتواء على الفوهات، وسيطير مرتين إلى أوروبا. كاليستو هو رابع أقمار المشتري وأبعدها عنه، وخارج حزام الإشعاعات الرئيسي الخاص بذلك الكوكب. لدى كاليستو غلاف جوي رقيق مكون من ثاني أكسيد الكربون والأكسجين الجزئي والإشعاعات الخفيفة. يتألف كاليستو من معادن السيليكات والمياه المجلدة، وقد يحتوي أيضا على محيط جوفي، وهو يعد الموقع البيئي الأكثر ملائمة لبناء قواعد مسكونة بالبشر في المستقبل. لدى زحل 62 قمرا مداريا مؤكدا ومعظمها بقطر يقل عن 50 كيلومترا. من المرجح أن تتألف الأقمار الكروية الأكثر ضخامة من جليد الماء وكمية صغيرة من الصخر، ومن بينها قمر ميماس وإنسيلادوس وثيتس ودايوني وريا. إنسيلادوس مغطى بالجليد مع محيط جوفي في القطب الجنوبي، كما أنه نشيط جيولوجيا في المنطقة الجنوبية، وتمت رؤية بعض الينابيع الحارة هناك. قد يكون ذلك ناتجا عن الحرارة المادية والرنين المداري مع دايوني وريا. وقد يتضمن محيطا سائلا بفعل حرارة النشاط الإشعاعي الباطني. لكن لا شك في أن جائزة نظام زحل هي قمر تايتن. تايتن هو القمر الوحيد ذو الغلاف الجوي الكثيف، وهو الجرم الوحيد الذي يحتوي على مواد ثابتة من السوائل السطحية بعد الأرض. إنه أكبر من كوكب عطارد ومن قمرنا الخاص. وضعت كاسيني مركبة هايجنز على سطحه عام 2005. تايتان هو أكبر أقمار زحل، كما أنه الوحيد في النظام الشمسي الذي يتمتع بغلاف جوي كثيف وأساسي، وغلافه الجوي مشابه تماما لغلاف الأرض بما أنه مكون بمعظمه من النيتروجين، لكنه مختلف جدا من نواحي أخرى، فهو يحتوي على الميثان كثاني غاز وافر، ويؤدي هذا الأخير نفس دور بخار المياه في جو الأرض. يتبخر الغاز من سطحه ويشكل الغيوم التي تمطر مجددا، فتتشكل بحيرات نراها في القطب الشمالي. نرى أيضا حقولا شاسعة من الكثبان في خط الاستواء، وهي ليست مكونة من السيليكات كما هي الحال على الأرض، بل تتكون من المواد العضوية لا سيما البلاستيك، ويشكل حقولا من الكثبان كالتي نراها في صحارى الأرض. يمكننا من خلال ذلك أن نعرف أي الجزيئات موجودة في الجو، بل نحن قادرون أيضا على البحث عن جزيئات جديدة مدفونة في إشارات الأنواع الجزيئية الأكثر وفرة. رأينا نتوءات صغيرة جدا أدت إلى ظهور صنف جديد لم نره من قبل، وهو غاز البروبيلين.
كان اكتشاف البروبيلين على سطح تايتان رائعا جدا، فهو في المقام الأول يكمل هذه العائلة الكيميائية، حيث كنا نبحث عن الرابط الناقص الذي يعود اكتشافه إلى فوياجر قبل 32 سنة. كما يظهر وجود أمور كثيرة في جو تايتان يجب اكتشافها. يظن البعض بأن تايتان شبيه بالأرض في بداية تكونها، ولكن هل ستكون بعض الجزيئات على تايتان شبيهة بأساس الحياة على الأرض؟ تحضر الناسا مركبة جديدة لتسير على خطى كاسيني تدعى مهمة تايتان الخاصة بنظام زحل. تمكنت مركبة كاسيني من النظر إلى البحيرات ومعرفة تركيبتها، لكنها لم تتمكن من معرفة شيء عن الجزيئات العضوية الذائبة في البحيرات. تعد رحلة تايتان الخاصة بنظام زحل رحلة مركبة من ثلاث مهمات: مسبار يدور حول تايتان، ومنطاد سيحلق في جوه، ومركبة فضائية ستهبط في إحدى بحيراته. ستطفو هذه المركبة على سطح بحيرة معينة وتفحص السائل مباشرة لتعرف ما هي الجزيئات العضوية الموجودة فيه. إن مهمة تايتان الخاصة بنظام زحل ستصل إلى إنسيلودس، وهو قمر صغير، كما أنه أصغر بآلاف المرات من تايتان، ويحتوي على براكين وينابيع حارة تقذف مواد من باطن هذا القمر إلى جوه. هذه فرصة لنعرف إن كان هناك جزيئات تشير إلى تشكل الحياة في مصادر هذه الينابيع الحارة. تحتوي هذه الأخيرة على جليد الماء، ونظن بأن ثمة مياها في المنطقة التي تنبثق منها تلك الينابيع. نعرف بأن الجزيئات العضوية موجودة هنا، فقد قامت كاسيني بقياسها. إن القدرة على سرعة متابعة الأمر أساسية، لأنه بوجود كاسيني هويغنز قمنا بتمرين جيل من العلماء الجاهزين لأخذ مجموعة جديدة من الأجهزة والاحتمالات إلى تايتان وإنسيلودس للإجابة على الأسئلة التي تركتها لنا كاسيني هويغنز. إن استمرارية المعرفة والحماس غاية في الأهمية، ومن الصعب جدا المحافظة عليها خارج النظام الشمسي لأن أوقات الرحلات طويلة جدا. لقد تحقق ما تخيله الكاتب جول فيرن من خلال مهمة تايتان الخاصة بنظام زحل. إنه نوع من اكتشاف كوكبي لم نقم به من قبل في أي مكان آخر من النظام الشمسي. ستؤثر هذه المهمة في مشاعر البشر كثيرا، وفي الطريقة التي نكتشف فيها هذا العالم الرائع. ستطفو على سطح بحيرة كما أنها ستحلق في الجو بالتزامن مع إبراز السطح كله من المدار. حين نفكر في استكشاف عالم جديد، نعني الاستكشاف بكل ما للكلمة من معنى. تواصل مع عالمك، أنجز معاملاتك، شارك أفكارك بلمسة واحدة. من دبي تنطلق التكنولوجيا لتغير وجه العالم من حولك. لينك، كن أقرب إلى المستقبل. الجمعة 8 مساء بتوقيت دبي. يمتلك كوكب أورانوس 27 قمرا معروفا مصنفة في ثلاث فئات، وهي 13 قمرا داخليا وخمسة أقمار أساسية وتسعة أقمار غير منتظمة. مرت مركبة فوياجر 2 وحدها في تلك العوالم، وثمة المزيد لمعرفته. أما أقمار الكوكب الأساسية فهي على التوالي ميراندا وآريال وأومبريال وتيتانيا وأوبيرون. شهدت أربعة من هذه الأقمار تطورات داخلية كالنشاط البركاني وتشكل الأودية على سطحها. يعد ميراندا أصغر قمر من الأقمار الكروية في أورانوس، كما أنه من أصغر الأجسام الكروية في النظام الشمسي الذي يمتلك جاذبيته الخاصة، والغريب أن فيه أعلى المرتفعات في النظام الشمسي.
يظن بأن ميراندا مؤلف من الصخر والجليد بالتساوي، ويظن أن سطحه مكون من الجليد ويحتوي على أودية ومنحدرات وأخاديد. يتألف أومبريال من الصخر والجليد، ويعد سطحه الأكثر ظلمة بين الأقمار وفيه حفر كثيرة. يبدو أن سطحه واجه نوعا من الحرارة المرتفعة التي دمرته منذ بدء تكونه. يعد تيتانيا من أكبر الأقمار في أورانوس، وهو مؤلف من مكونات مشابهة، وقد حدثت فيه حفر كبيرة بسبب تغيرات السطح من خلال الحرارة المرتفعة مثل شقيقه أومبريال. يتمتع تيتانيا بجو لطيف بسبب وجود ثاني أكسيد الكربون والمياه المجلدة على سطحه. يعد أوبيرون من أكثر الأقمار كروية، وهو شبيه بالأقمار الأخرى، فيه الجليد والصخر وفيه كثير من الفوهات. يحتوي سطحه على العديد من المنحدرات والصدوع الأخدودية الناجمة عن حركة القشرة. ما من مخططات لزيارة هذه العوالم مجددا. يملك نبتون 14 قمرا معروفا مصنفة إلى فئتين، الأقمار المنتظمة وغير المنتظمة. تدور الأقمار السبعة الداخلية بشكل طبيعي، أما أقمار النصف الباقي بما فيه ترايتون وهو أكبرها فتدور في مدار إما إهليلجي أو مائل أو معاكس. يدور ترايتون في الاتجاه المعاكس لدوران نبتون. يظن العلماء بأن جاذبية نبتون أمسكته في بداية تكون النظام الشمسي. يتمتع ترايتون بجو يتشكل فيه الضباب والغيوم، وهو القمر الوحيد الذي راقبه مسبار فوياجر عن كثب عند طيرانه القريب من النظام. لكن نبتون يلعب دورا مهما جدا على حافة النظام الشمسي. إن الكواكب التي تكونت من قرص من الغبار تحيط بشمسنا منذ مليارات السنين. ما تزال آثار ذلك القرص موجودة، بالإضافة إلى حزام الكويكبات الصخري الذي يؤثر عليه المشتري وسديم الحطام الجليدي خلف نبتون. يخلق نبتون تركيبة حلقية في سديم الغبار تتميز بفجوة في موقع الكوكب. ينبغي لهذه الفجوة أن تسهل تحديد موقع نبتون من مسافة بعيدة. إن تقنيات المحاكاة بالحاسوب التي قمت بها ومارك كاشنر سمحت لنا برؤية كيف كان النظام الشمسي حينما كان أصغر من الآن، أي أننا تمكننا من العودة في الزمن إلى الوراء. حين تضمنت المحاكاة الاصطدام بين جزيئات الغبار دهشنا كثيرا بما رأيناه، فقد غير اصطدام الغبار بصمة نبتون الخاصة بالجاذبية واختفت الفجوة الموجودة في هيكل الحلقة. لمليارات السنين وجه نبتون الغبار إلى حلقة خارجية تدعى اليوم حزام كايبر. تستكشف مركبة نيو هورايزنز الفضائية هذه المنطقة بأول سفر قريب لها إلى بلوتو الغامض وقمره كارون. يعد كارون أكبر قمر من أقمار بلوتو الخمسة، أما الأربعة الباقية فتدور بنمط غير منتظم حول ثنائي بلوتو وكارون. إن نيكس وهايدرا غريبا الشكل، كما أن نمطهما المداري منحرف. هذا هايدرا الذي صورته نيو هورايزنز من مسافة تقارب 650 ألف كيلومتر، كاشفة شكله غير المنتظم. كان بلوتو أول جرم مكتشف بعد نبتون، ظنوا أولا أنه الكوكب التاسع. كان بلوتو غريبا نوعا ما، وكان ثمة شيء غريب عند حافة النظام الشمسي، ثم وجدنا كل تلك الأجرام الخاصة بحزام كويبر. هذا هو الجرم الثالث نوعا ما. إنها المرة الأولى التي سنتمكن فيها من الطيران بجانب جرم جديد، جرم تشكل منذ مليارات السنين، وسنفهم ما غاية الأجزاء الخارجية للنظام الشمسي. يعد بلوتو الأول في حزام كايبر من الأجرام التي جرت مشاهدتها عن قرب. هناك العديد غيره، أي الكواكب القزمة التي تنتظر بحثا دقيقا، مثل إيريس الذي هو بحجم عطارد، وكواور وهو أول جرم يكتشف في حزام كايبر. سندا هو صاحب المدار الأكثر غرابة، فمداره الإهليلجي بطول 11 ألف سنة يجعله مصنفا ضمن سحابة جليدية في حافة النظام الشمسي. يوما ما ستصبح هذه السحابة الحدود الجديدة.
السلام عليكم، معكم ضلغام الخطاوي من العراق بغداد. اليوم سوف أبدأ معكم سلسلة لشرح آلية عمل الروبوت الذي صنعته بالتفصيل، كيفية صناعة أجزائه وآلية عملها لغرض إفادة الباحثين في مجال الروبوتكس في عالمنا العربي والإسلامي. أرجو أن تنال هذه السلسلة رضاكم، وأحب أشكر كافة التعليقات المشجعة والداعمين لي معنويا، وأرجو أن يكون هذا المحتوى عند حسن ظنكم. إذا أرجو المتابعة. الروبوت كما تشاهدونه طوله 130 سنتيم أو ارتفاعه 130 سنتيم وعرضه 60 × 55 سنتيم. يتكون من ذراع واحدة، طول الذراع 75 سنتيم، وفيه 7 درجات من الحرية. وفي علم الروبوتكس 7 درجات معناتها 7 مفاصل يستطيع الذراع الروبوتي أن يتحرك بها في محاور X و Y و Z. سنبدأ بشرح قاعدة الروبوت أو الجهاز التي فيها متحكمات المنطقية التي استخدمتها، عبارة عن عدد 6 أردوينوات لكل مفصل أو محرك أردوينو واحد. الأردوينو هو متحكم منطقي قابل للبرمجة، ولغته البرمجية سهلة التعلم، وهو عبارة عن open source، أي من البرامج مفتوحة المصدر ومتاحة للاستخدام. مثل ما قلنا، كل مفصل يتحكم بمحرك من محركات الذراع. السلام عليكم من جديد. الآن سوف أكمل شرح تركيب ذراع الروبوت والمفاصل التي يتكون منها. طبعا في الفيديو السابق، بعد إكمالي شرح مفصل الساعد أو Z2، الآن سوف أقوم بشرح المفصل التالي، وهو ما أسميه مفصل X، الخاص بحركة القبضة بمحور X، وهو مركب فوق محور إخراج مفاعل الساعد. طبعا تكون من سيرفو MG995 لعزم، يوفر العزم داله 2.5 كيلوغرام سنتيمتر. طبعا هذا المحور لا يتحمل وزن كبير لأنه يدور بموازاة محور دوران السيرفو، لكن كانت مشكلة صناعته هي كيفية حشره أو وضعه بحيز صغير على ذراع مفاعل الساعد. It is so accurate to touch this point in space. Time on time. He takes a rest of 15 minutes between every movement.
It is so accurate to touch this point in space. Time and time. He takes a rest of 15 minutes between every movement. DIY روبوت تصنع روبوتك. اليوم سوف أقدم لكم اختبار لعزم السيرفو موتور نوع DS3128. هذا هو الذي هو في حقيقة وزنه وحجمه مشابه لوزن وحجم السيرفو المشهور المسمى MG995 الذي وضعت عدد 2 منه للتحكم بفتح وغلق القبضة. في الحقيقة هذا السيرفو المشهور المنتشر جدا المسمى MG995 أقصى عزم يستطيع أن يوفره هو 2.5 كيلوغرام سنتيمتر، رغم أنه نظريا مكتوب عليه 10 كيلوغرام سنتيمتر، ولأنني أردت أن أضع مفصل إضافي عند نهاية القبضة أسميته Z3 للتحكم برفع انزال القبضة بهذا الشكل. وضعت هنا، هذا هو السيرفو، هذا الأسود نوع DS3128. أقصى عزم يستطيع أن يوفره هذا السيرفو هو حوالي 9.5 كيلوغرام سنتيمتر، أي أنه إذا كان لدينا ذراع طوله 10 سنتيمتر فإنه في القبضة يستطيع أن يرفع وينزل وزن مقداره كيلوغرام كامل. وهذا هو أقصى حد وضعته للقبضة لرفع والإنزال. هذا هو السيرفو، لذلك سوف نقوم باختبار عزمه. هذا هو اختبار العزم. مصدر القدرة 6 فولت، وطول الذراع 15 سنتيمتر. الذي صنعته بجهدي الشخصي الكامل هنا، وقد استغرق مني صناعته وتصميمه واختباره 4 سنوات من العمل والجهد، وطبعا آلاف الدولارات بدون دعم من أي جهة. روبوت قابل للبرمجة لأداء العديد من الوظائف، وهناك فيديوهات كثيرة موجودة عندي لهذا الروبوت وهو يصنع العصير تلقائيا بصورة مستقلة. واليوم البرنامج المحمل الذي حملته له وصممته سوف يقوم بصباغة الجدران بصورة مستقلة. طبعا هذا نموذج اختباري، رغم انه كلفني 4 سنوات من التصميم والعمل. لقلة هكذا معلومات في بلداننا العربية وانعدام الدعم طبعا، هو بحاجة للتطوير لزيادة دقته في من ناحية البرمجة
وسوف نشاهد عمله الآن. بسم الله. نلاحظ أنه بطيء بعض الشيء، وهو طبعا نموذج اختباري. والآن سوف يبدأ بصباغة الصف الثاني. والآن سوف يبدأ بصبغ الصف الثالث أو العمود الثالث. طبعا هو بطيء بعض الشيء، لكنه ذكي وفيه بعض الدقة.